لابد أن المسلم يخاف من الشرك. الله سبحانه وتعالى. إبراهيم عليه الصلاة والسلام أبو الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. أن بإبراهيم كان بوني باب النبا فب. خليل الرحمن. وكان بوني نجاتي الله سبحانه وتعالى. أثنى الله عليه. الله ومنتي أن بإبراهيم. كسر الأصنام بيده. أن بإبراهيم تأيري لانكيري سنة مجرم إمور جنغو ما بينه. يخاف من الشرك. بيلو نون دون دي صفات اللي أن بإبراهيم وني دو فب هم بهولا إمور شرك. إذا نحن من باب أولى أن نخاف. أو استوني أن إبراهيم صفات اللي أن منتي كنجاتي الله كنان دي مورو بني سنة مجرم جنغو ما بينه. دون دو فوادي بهولي شرك هنا أنا إتسيكي. والنبي صلى الله عليه وسلم خاف على أصحابه من الشرك إذا نحن من باب أولى. نلا صلى الله عليه وسلم هولا ني صحابة بشركو إن إتسيكي. كيف نخاف من الشرك؟ جون نون سوى دي إن كهون هولير تنشركو جوني. بتعلم التوحيد والعمل به والدعوة إليه. نهولير تنشركو كوفي أندو قول توحيد قول تيرقول الندو قول فادي توحيد هرأي هولي شركو. نعم وبتعلم الشرك نعم. نجاك نهولير تنشركو جانجو قول أندك ون ون شركو. والحذر منه. رنت قول قاء شركو. والتحذير منه. رنتين قول قاء شركو كاتش. وبالدعاء. أوتيك تروك على الله سبحانه وتعالى الله دندر شركو. تدعو كما دعا إبراهيم عليه الصلاة والسلام. ترى الله دندر ما شركو كونه أن بإبراهيم ترى نون. وجنبني وبني نعبد الأصنام يعني يا رب اجعل عباد الأصنام في جانب وأنا في جانب آخر بعيد عنهم لا أريد أراهم. أن بإبراهيم إني الله وأنتنا من بأم من فوق شركو ما أنا وأنا شركو وأنا شركو سنجو وإرادة شنجو منك ما أنا قوي وأنا رفيو. وبالبعد عن المشركين. قرنونك نوتي هولي تشرك كدي اوتي كو ويتو يم بين شركوب. نعم فلا يمكن ان المسلم يختلط بالمشركين يشاركهم في اعيادهم في احتفالاتهم والله اعلم. واتا وند جلدو انكو جلدو تيجي تيجي هرهم جلدو ندير بين هيفرابه وانا هون جلدو ندير ما بي كاي دي جي ما بي كا حاجي ما فوق اوتي نو اي نو تاوا نو وند ما بي تون هره اوتي ايتاكي يم بين شركوب.